ونفس المرشحين اللي تم تقديم ملفات ترشيح من اجل يعني اجتياز مباراه الارشاد السياحي سنه 2023 اللي شرفت عليها المندوبيه الجهويه للسياحه والتي عرفت اول مباراه كتعرف الله مركزيه وعرفت الزبونيه والمحسوبيه وعرفت يعني اعطاء فرص للدخلاء وكذا. اليوم هاد الاشخاص كلهم هنا يعني تقصاو من المباراه ونظموا داروا واحد الجمعيه بغيت تسامحوا مع الماضي. قالوا لا ماشي مشكل، جمعيه فاعله في القطاع السياحي يمكن لهم يمارسوا انشطه ضمن هذا تحت اللواء تاع الجمعيه. الجمعيه ضيقوا عليها، نشأنا واحد المكتب نقابي تحت السي دي تي في السي دي تي بقاو كيضيقوا عليه. اليوم واقفين الوقفه الخامسه هنا امام الجهه. واش هاد الناس ماشي مواطنين؟ واش ماشي من حقهم؟ سيدنا ديما تيخطب تيش يقول سيدنا تيقول لك الهدف الذي يجب ان تسعى اليه كل مؤسسه هي خدمه المواطن. حنا ما كنشوفوش المسؤولين، ما كان اللي كينزل عندنا الوقفه الخامسه امام الجهه. السيد الوالي هنا كيمثل صاحب الجلاله على مستوى على مستوى الاقليم وعلى مستوى الجهه، راه اول واحد هو اللي خص يستقبل هاد الكفاءات الميدانيه اللي 40 سنه 50 سنه 30 سنه في القطاع السياحي بدون تغطيه صحيه بدون نظام تقاعدي. كيفاش الناس هادو غادي يحبوا الوطن؟ الناس راه كيجردوهم حتى من المواطنه بالايقافات والتضييق والاعتقالات وحتى سميتو وحتى الغرامات من المحاكم. الناس راه مقيدين. اليوم كتشوف يعني كيحتجوا بالاصفاد كيحتجوا بالسلاسل بالاغلال. الناس ما عرفناش غيديروا اليوم، جمعوهم في شيكار. مرشد سياحي غير مرخص من 1973 الى يومنا هذا، وكنطالب بالحق ديالي وكنطالب هذوك الناس اللي باعوا حقي يعطوا لي حقي. هذا الشيء اللي باش كنطالب انا. المشكل ديالي يعني ما استفدتش انا من القدماء، ولكن ما استفدتش الثقه ديال المرشد، ما استفدتش فيها، ما استفدت انا في اي حاجه، حتى حاجه ما استفدت فيها. هاد الرجل الاصطناعيه، هاد الجمعيه هي هما اللي داروا لي رجل، الجمعيه هما اللي جمعوا لي شويه حتى درت رجل. اللهم انه منكر، اللهم انه منكر. الالمانيه الانجليزيه الفرنسيه وعندي الاكسبيريونس، عندي تجارب، انا احسن من هذاك اللي خرج من المدرسه، انا عندي تجارب مع الكليان. الزبون كيف كنشوفو كنعرف اشنا هو المشكل ديالو وكيفاش غيبداني وكيفاش غنبدا. انا عندي تجارب، عندي الاكسبيريونس مع السياحه، راه من 1973، راه ماشي من البارح ولا البارح ولا سيمانه ولا اسبوع. يعني التجارب راه ما سهلاش. وما عمري وزيرو حبس، ما عمري تشديت في الحبس، ما عمرهم لقاوني سكير في الشارع ولا كذا. كنصور شويه كنمشي عند ولادي متجوز وخدام على ولادي. علاش خدام؟ العائله ديالي علاش خدام؟ عيد راسي مشرد ومعاق، مشكله حتى الصحه خلاتني معاق. فين غنمشي؟ نمشي نطلب في الشارع؟ انتم كتقولوا عندكم كاس افريقيا العام الجاي وخصكم تحيدوا الظواهر السلبيه، هذا بعد اول حاجه تصنيف جائر بعدها وتصنيف ظالم لهذ الكفاءات الميدانيه اللي خدموا وغطوا النقص وكتصنفوهم من الشوائب في المجتمع ومن الظواهر السلبيه. لا يعقل، عيب وعار على المسؤولين اللي كيديروا واحد المقاربه امنيه والايقافات والاعتقالات لهذ الناس هذو اللي خدموا الوطن. الناس اليوم الوطن مطالب مسؤولين تيفعلوا خطابات ملكيه من اجل يعني النهوض بجميع المجالات. سيدنا تيخطب وكيوضح ديما وحنا متبعين الخطابات الملكيه الساميه. والله ينصر سيدنا، اليوم حضرنا الصوره ديال جلاله الملك وذلك للتعبير على ولائنا لجلاله الملك. حنا مواطنين مغاربه ما خصش تكون عندنا المقاربه الامنيه. علاش؟ واش حنا الجهود اللي درنا في هذا القطاع السياحي غادي تكافئونا بهذه المقاربه الامنيه وبهذا التضييق؟ معنا الناس من ذوي الاحتياجات الخاصه، معنا الناس مساكن هنا عندهم ولادهم تاهما من ذوي الاحتياجات الخاصه، معنا الناس مساكن هنا. دابا اليوم كنرسل واحد النداء بعدا للمسؤولين باننا فقدنا واحد العضو حنا، راه دخلوه الحراسه النظريه البارح بتهمه الارشاد السياحي الغير مرخص. وتحيه نضاليه السي محمد توكا، تحيه نضاليه السي محمد توكا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.